السلام عليكم، مكان ان شاء الله عن ال تي اي اي اند ستروك. تي اي اي يعني ايه؟ يعني انا البلس اللايت انقطع عن المخ ولكن لفتره وجيزه. تمام، الفتره دي قصيره جدا، لا تتخطى 24 ساعه. في ناس بتقول ممكن تستمر ل 48 ساعه. تمام، طيب بيحصل ايه؟ بيحصل سادن اتاك من تيمورال سيربرال اسكيميا، بيحصل اسكيميا على مستوى البرين سيلز. بس الاسكيميا دي قصيره جدا، قصيره جدا، ما توصلش لمرحله الانفاركشن. يعني حاجه بسيطه، مجرد بس يعني ايه، قطعت الدم شويه كده، بعد كده البرين شم نفسه كده وجاله الدم تاني. ما حصلش ايه؟ ما حصلش البيرمننت نيرف دامج. ماشي، طب الديوريشن من فيو مينت لفيو اور، ماكسيمم 24 ساعه. في ناس ممكن تستمر ل 48 ساعه، وناس ممكن اخرها 12 ساعه، هي فاريشن. بس خلينا نقول 24 ساعه زي ما موجود في الكتاب. طيب فولو باي كومبليت ريكفري. الفاليو اللي طبعا استفدت ايه من تي اي اي؟ قال لك الناس اللي بيجيلهم تي اي اي غالبا وورنينج ساين. يعني ايه؟ غالبا الراجل ده داخل على ستروك، والستروك يعني بيرمننت دامج، بيرمننت برين دامج. ماشي، طيب قال لك لو الاتاك استمرت اكتر من 24 ساعه، يعني البيشنت ريكفر. يعني هنا في كومبليت ريكفري. في التي اي اي ده اللي يفرقها عن الستروك، قال لك ممكن البيشنت يحصل له كومبليت ريكفري ولكن لمده اطول شويه من 24 ساعه. ساعتها بنسميها مش تي اي اي، لا بنسميها ريند. ريند يعني ايه؟ ريفرسبل اسكيميك نيورولوجيكال ديفيسيت. ده معناها ان البيشنت حصل له ريكفري ولكن في مده اطول من 24 ساعه. تمام، يعني التي اي اي بس طويله شويه. تمام، الايتيولوجي بتاعه، الايتيولوجي بتاعه قال لك تيمبوراري ريدكشن او سيسيشن للسيريبرال بلاد فلو. الدم قل شويه للمخ، الدم بيقل شويه للمخ. تمام، فبالتالي قال لك ايه بيحصل؟ ايه ممكن يكون مثلا بارشل اوكلوجن بروفيسور. انا قفلت بروفيسور ولكن بارشل، يعني اليوم الضيق بس، اليوم الضيق في دم بس بسيط يعني. تمام، طيب او ممكن يحصل ثرومبوزس. ماشي، طب موست كومنلي بيحصل امبولاي. الامبولاي دي ناتجه من اثيروما، ناتجه من اثيروما او ناتجه من اتريال فايبريليشن. انا عندي هنا الاثيروما عباره عن ايه؟ عباره عن تجمع من الفات كده، او الاثيروسكليروسس. يعني ايه؟ تجمع من الفات ساب اندوثيليا، تحت الاندوثيليا، تحت الاندوثيليا. ماشي، تبدا ايه، بتعلي شويه الاندوثيليا. ممكن دي تفصل بعد كده، ممكن دي كده تفصل بعد كده وايه، وتمشي في الدم، تسبح في الدم كده. بنسميها الواندرنج ثرومبس، بنسميها ايه، الامبولاس. الامبولاس دي تتحشر في اي حته، تتحشر في اي حته من ضمنها السيريبرال ارتري، فتعمل ايه، فتعمل التي اي اي او الاي اف. اي اف يعني ايه؟ انا عندي القلب اهو بالشكل ده، الاتريال بيرعش، الاتريال بيرعش مش بينقبض. الدم هنا بيركض، بيحصل ستيزس، يحصل ستاجنيشن للبلد او ستيزس للبلد. الدم بيركل شويه، الركنه بتاع الدم دي تعمل ثرومبس. الثرومبس دي ممكن بعد كده توصل للفنتركل، توصل للاورطه. تمام، الثرومبس تمشي في الدم، تمشي في الدم لحد ما توصل للسريبرال ارتري تقفله وتعمل تي اي اي. تمام، يبقى موست كومن امبوليك هيمن، ممكن كمان تخش في ستروك يحصل امبوليك هيمبليجيا. يبقى موست كومن كومبليكيشن للاي اف الامبوليك هيمبليجيا. تمام، طيب طيب ليس كومن دي بيحصل ماسكولايتس، سيستميك لوبس اريثيماتوزس او البولي ارثرايتس نودوزا او الهايبر فاسكوزيتي البولي سوفيليا. احنا في حاجه اسمها البركاوت رايات. البركاوت رايات كده عباره عن ايه؟ بيقول لك عشان الدم يفضل سالب، يفضل ماشي كويس، الدم ما يتجلط، لازم يكون تتوفر ثلاث حاجات، تتوفر ثلاث حاجات. الاندوثيليا سيلز تبقى هيلثي، الاندوثيليا سيلز تبقى ناعمه، تبقى ناعمه سموث، تبقى هيلثي. تمام، وسرعه سريان الدم، سرعه سريان الدم، السرعه بتاعت البلاد فلو تكون سريعه، تكون بسرعه معينه. تمام، ولا سريع قوي ولا بطيء قوي. تمام، طيب مكونات الدم ار بي سيز، وايت بي سيز، بليتلت، تكون سليمه. يعني ايه؟ ولا تكون عاليه ولا تكون ناقصه. تمام، الار بي سيز ما ينفعش تعلى، ما ينفعش تقل، وايت بي سيز ما ينفعش تعلى، البليتلت ما ينفعش تعلى. لو حصل مشكله او ديستربنس في اي حاجه من الثلاث عوامل دول هيحصل ثرومبوزس. لو انا دمرت الاندوثيليا، تمام، عملت ايه؟ اندوثيليال انجري، ولكن هايبر تنشن مثلا. تمام، ولكن هايبر تنشن عمال ايه؟ ينخور في الاندوثيليا سيل لحد ما حصل لها دامج. طيب، او حصل ستيزس في البلد، حصل فيه ركود او ستاجنيشن. تمام، او لو حصل ايه، زياده ار بي سي زي بوليسيميا، فالدم يبقى لزج، او زياده واي بي سي زي لوكيميا، او حصل ثرومبوسايتوزس يعني زياده بريتو، او حصل مثلا انكريس الجاما جلوبيرن، او حصل دي هيدريشن يعني البلازما قلت. فلما البلازما قلت نظريه المذيب والنتاب. يعني ايه؟ لو انا قللت الميه، لو انا قللت الميه قبل ما ادوب، قبل ما اقلل الميه، يعني ميه ايه، كوبايه فيها ملح، اقلل الميه فهزود تركيز الذئبات. كذلك لو انا قللت الميه، لو انا قللت البلازما، مستوى تركيز الار بي سيز والواي بي سيز والبلاتيت هيبدا يعلى، فيحصل ايه؟ نزول في الدم، هايبر فاسكوزيتي. ماشي، طيب هنا الفاسكولايتس دي عمليه انفلاميشن في بلد فيسل، زي السيزون بلوس والبولي اكتر سنوزا، هيعمل انفلاميشن على مستوى الاندوثيليال سيلز، هيعمل ايه؟ ثرومبوزس. طيب الهايبر فاسكوزيتي في البولي سيزون. الكلينيكال الكاروت تي اي اي، انا عملت ايه؟ بارشل اوكلوشن في الكاروت الارتري، وعملت بارشل اوكلوشن في البروتيبر فاسكولار سيستم، وعملت تي اي اي، ودول شرحناهم بالتفصيل المره اللي فاتت. يا ريت اللي ما سمعش الفيديو ده يسمع عشان يعرف يعني ايه كارت تي اي اي، ويعني ايه ترتيب الوصل تي اي اي، لانها هتتكتب في الاجابه هنا، هتتكتب في الاجابه هنا. ماشي، طيب البروجنوز قال لك تي اي اي ده ورمنج ساين، ده الشخص اللي داخل على ستروك.
داخل على استروك من نوع اسكيميك، هنعرف ان الاستروك يا اما اسكيميك يا اما هيموراجيك. هنا للشخص ده التي اي اي بيجيب اسكيميك، بيجيب اسكيميك استروك، تمام. طيب قال لك لو حصل ان البلد انقطع، البلد انقطع اكتر من في يومين، اكتر من في يومين، النيرفس هيحصل لها ايه؟ ديس ديس وبيرمننت نيرف دامج. طيب تلت الناس اللي بيجيهم تي اي اي هيجيلهم استروك، وان ثيرد اوف بيبل اللي عندهم تي اي هيجيلهم استروك. طيب في حاجه عشان اعرف الريسك، الريسك اوف ديفلوبينج استروك، لو الناس دول عندهم تي اي اي انا عايز اعرف هو داخل على استروك ولا لا. فعملوا سكور بنسميه ال اي بي سي دي سكور. الاي فور ايج، الاي لو اكتر من 60 سنه بديله درجه 1 بوينت. لو بلو بريشر لو اكتر من 140 على 90 بديله 1 بوينت. طب الكلينيكال فيتشر لو في يونيلاترال ويكنس، كدلان كدلان او ضعف كده على دي على ناحيه واحده، يبقى اديله درجتين 2 بوينت. لو في سبيتش ديستربنس، سبيتش ديستربنس وده ويكنس، يبقى درجه واحده بس. طب الديوريشن بتاعك اكتر من ساعه، اكتر من 100 ساعه، يبقى درجتين. لو من 10 دقائق ل 59 مينت يبقى درجه. لو في دايابيتس يبقى اديله درجه، واجمع الدرجات دي. هنا مثلا واحد، هنا واحد، هنا واحد، هنا اثنين، هنا مش عارف واحد، واجمع الدرجات دي واشوف لو من درجه من واحد لثلاثه، من واحد لثلاثه يبقى لو، يبقى لو ريسك. لو من اربعه لخمسه يبقى مودريت ريسك، اكتر من سته يبقى هاي ريسك. الاستروك يعني ايه استروك؟ يعني انا قفلت البلاط خالص، قفلت البلاط سبلاي خالص، قطعته خالص، حصل بيرمننت نيرف دامج، حصل ايه؟ سيفير نيورولوجيكال مانيفستيشن، حصل اكيد انجري للبرين من نتيجه الفاسكولار بروبلم، انا فعملت ثرومبوز او امبوليزم، ماشي؟ طيب بتعمل ايه؟ نيورولوجيكال ديفيسيت، تبقى اكيوت ان انصب، تبدا مره واحده، طيب ريزيستنت اكتر من 24 ساعه، احنا قلنا هنا 24 ساعه هي الفاصل، لو اقل من 24 ساعه بنسميها تي ار اي، لو اكتر من 24 ساعه وما حصلش ريكفري بنسميها استروك. قال لك لو اكتر من 24 ساعه وحصل ريكفري بنسميها رن، تمام؟ اللي قلناها كمان قدام شويه، تمام؟ الايتيولوجي الاستروك، يا اما الاستروك يا اما ايه؟ يا اما قطعت، يا اما قفلت، قفلت وعدم قفلت جوه الفصل، يا اما فرقع حصل هيموراج، تمام؟ يبقى يا اما اسكيميا يا اما هيموراج، بنسميها اسكيميك ستروك وهيموراج ستروك. الاسكيميك ستروك انت هتقفل الوعاء الدموي ازاي؟ تقفل بلد الفصل ازاي؟ يا اما عن طريق ثرومبوزس، يا اما عن طريق امبوليزم. ثرومبوزس يعني الجلطه ست زي ما هي، الجلطه اللي قفلت الوعاء الدموي. امبوليزم يعني كان في جلطه بتمشي في الدم كده راح محشوره هنا، تمام؟ حصل ايه؟ امبوليزم. الثرومبوزس بيبقى اكيوت اكلوشن، الامبوليزم بيبقى صدمه اكلوشن، تمام؟ صدمه اسرع من اكيوت. الهيموراجيك، الهيموراجيك بيبقى لوس كومن، هنا موست كومن ايه؟ اسكيميك 85%، طب الهيموراجيك لوس كومن 15%. حصل ايه؟ طلب ان شاء الله بروفيسور عمل ليه؟ ماشي؟ انا عايز اعرف اسباب الثرومبوزس، عايز اعرف اسباب الثرومبوزس انك تعمل اسكيميا. احنا قلنا الدكتور رياض كان بيقول عشان يحصل، عشان الدم يمشي كويس لازم توفر ثلاث حاجات، الهيلثي او الهيلث اوف الاندوثيليال سيلز، تمام، وسرعه سريان الدم كويسه، مكونات الدم تكوينها كويس، يعني نسبه ار بي سيز وايت سيز بريدكتد، ونسبه البلازما كويسه. فحصل ايه؟ لو حصل انفلاميشن في الفيسل وول، مثلا في اثروسكلوزس، اثروسكلوزس دي بتعمل ثرومبوزس، او في فاسكولايتس انفلاميشن في بلد الفيسل، كل دي اضطرت في بلد الفيسل. طيب يبقى دي كده مشكله في الوعاء الدموي نفسه، مشكله في الجدار، او مشكله في الاندوثيليال سيلز، او في حاجات بتعمل هايبر فيسكوزيتي. انا زودت ار بي سيز، بعمل بوليوسايسيميا سواء برايمر او سكندري، خدت بالك ما شاء الله، بتعمل لزوجه في الدم، زودت بليت الثرومبوسايتوزس، زودت الجاما جلوبين الهايبر جاما جلوبينيميا، او عملت دي هايدريشن، او عملت دي هايدريشن، او بيرن، البيرن برضه بياخد بلازما، او ممكن كمان ايه ليوكيميا، ليوكيميا زود وايت سيلز، ماشي، او ممكن كمان ساركيدوزس او هوجيك لينفوما. السيركيوليشن ديزيز يعني مشكله في سرعه الدم، مشكله ايه؟ في سرعه الدم، سلو سيركيوليشن، تحصل فين سلو سيركيوليشن؟ الدم بيمشي براحته، الدم الراكد او الدم البطيء تتجمع عليه ايه؟ الثرومبوزس. طيب الهارت فيت سيستميك هاي بوتنشن، هاي بوتنشن على الدم ايه؟ ضغط واطي بعد الام اي، بعد شوك، بعد هاي بوتنشال درج، بعد سيفير بلوت بس فقط دم كتير. طيب الامبولي ايه اللي بيعمل امبوليزم؟ ايه اللي بيعمل امبوليزم؟ الامبوليزم يا اما تكون مشكله في الهارت، او مشكله في الفصل، او حاجات رير. مشكله في الهارت المايتر ستينوزس والبي اف، هنا كده بيحصل ايه؟ هنا مايتر ستينوزس الجلد ده ناشف محمر، فاذا الارتري بينقبض، عايز ينقبض اجينست ريزيستنس، بينقبض اجينست كلوز ذا مايتر فالف، فبعد كده يحصل اتريال فايبريليشن، ديفلوبينج اوف اريثميا بنسميها اتريال فايبريليشن، الارتري بيرعش، فالدم بيركن هنا، الدم بيركن يعمل ثرومبوزس. وانس ان المايتر فالف فتح يحصل ايه؟ يتنقل للفنتركل، ثم الى الاورطه، ثم الى اي برانش بقى، يوصل للسربرا، يوصل لينا، يوصل اي حته، تمام؟ يحصل كمان سب اكيوت بكتيريال اندوكوبايتس، كان في فيجيتيشن على البلد، ثرومبس، فيجيتيشن دي تفصل وتعمل ايه؟ وتعمل ثرومبس، تعمل ايبوليزم. طيب النيورال ثرومبوزس حصل هنا ام اي، ام اي انا جربت مشكله في الدنتكي، حصل جلطه على الدنتكي بنسميها النيورال ثرومبوزس، ممكن تفصل بعد كده النيورال ثرومبوزس وتمشي في الدم تعمل اندوريزم. طب الاتريال ميكسوما، في تيومر هنا في الاذن عباره عن تجمع من الدهون كده بنسميه اتريال ميكسوما، ده ممكن يفصل بعد كده يعمل ايه؟ امبوليزم. بروستاتيك فالف، البروستاتيك فالف
بيبقى بيشنت ارايفل ان سيلز ثرومبوزس، عشان كده بيدوا له انتي كواجلنت مضاد للسي اللي هو الماريبان. طيب ده صمام صناعي، صمام صناعي الدم بيخبط فيه، طول ما هو بيخبط فيه يعمل ثرومبوزس، الثرومبوزس ممكن تفصل تعمل ثرومبوزس. طيب الميترال فالف برولابس، الميترال ده الميترال فالف سايب من بعضه، سايب من بعضه كل شويه يرجع الدم، من كتر ارتجاع الدم ده ممكن يعمل ثرومبوزس وثرومبوزس. طب الديستال ارتري او ديستال فيسل، الفيسل يعني ايه؟ يا اما ارتري يا اما فين؟ الارتري، الارتري يبقى فيه اثيروسكلروسس، الاثيروسكلروسس ليك دي ممكن تفصل، ممكن تفصل بتاع الامبوليزم تمام، بالاخص للكاروتيد وبالاخص للاورال ارش الفينس. طب ولكن هنا الارتري، هنا الارتري ارتيريال ثرومبوزس او الارتري امبوليزم هتبقى سيستميك. يعني ايه سيستميك؟ سيستميك يعني ايه؟ وليكن اورطه مثلا، وليكن ده اورطه تمام، طالع من الليتر انتري، هيوصل الدم ليه؟ هيوصل الدم للكيدني، هيوصل الدم ليه؟ البرين هيوصل تمام، سميه سيستميك امبوليزم، مش هيوصل للنج، مش هيوصل للنج تمام. طيب الفين، الفين ده بيبقى مشكله في اللور لمب فين، اللور لمب فين فيها ثرومبس، فيها ثرومبس، فالثرومبس دي هتنتقل لحد ما توصل للانفيرو بنكابه، توصل للرايت سايد الظهر، توصل بعد كده للبلمونري، توصل ليه اسمها البلمونري ترانك يعني كده، ادي الرايت سايد، الرايت سايد تمام، اللور لمب فين كان فيها ثرومبس تمام، وصلت عن طريق الانفيرو بنكابه، وصلت للرايت ايتيم يعني، ثم الى الرايت فينتري، ثم الى البلمونري ترانك. البلمونري ترانك رايح اليمين، رايح للظهر تمام، فيحصل بلمونري امبوليزم. هل ممكن يحصل لور لمب فين ثرومبوزس يعني الدي في دي، الدي في دي الدي في دي ثرومبوزس تعمل سيستمك امبوليزم؟ اه ممكن تعمل سيستمك امبوليزم لو كان في فتحه هنا الفي اس 3، الفي اس 3 الثرومبوزس توصل للرايت فينتركل، تروح من الاولى على مين؟ على الليفت فينتركل عن طريق الفي اس 3، او تروح عن طريق الاي اس 3 تمام كده، يبقى في شنط، شنط ما بين الرايت والليفت ماشي. طيب الرير كوزس الاير امبوليزم، الاير امبوليزم وفي نيموثوركس، نيموثوركس يعني ايه؟ يعني تجمع من الهواء في الميكروسايت، ادي مثلا البلون وهنا في البلوره تمام كده، في هواء هنا، الهواء هنا ده الهواء اللي هنا ده ممكن بعد كده يفرقع، يخش بعد كده في البلوكس فيعمل اير امبوليزم، اير امبوليزم او تيومر امبوليزم، التيومر خلايا التيومر نفسها ممكن تعمل امبوليزم، او البون في الفراكشر البون، الفراكشر البون يعمل فات امبوليزم، شويه فات يفصل كده يخش الدم يعمل ايه؟ فات امبوليزم، او بارازيتيك امبوليزم زي ملاريا زي الهايبرتيك. طيب في عندنا امنيوتيك، امنيوتيك فلويد امبوليزم، امنيوتيك فلويد امبوليزم، في عندنا الكايسون ديزيز اللي بيحصل في الغواصين ماشي. طيب الهيموريج، ايه اللي يعمل هيموريج؟ يعني الدم فرقع، البلوك فيس فرقع. طيب الطيب او انترنا او انترا كرينال هيموريج، يا اما انترا سيريبرال جوه البرين، برين نفسها، يا اما سطر اكنويد، يا اما سطر دورال. عندنا البرين اهو، وليكن ده برين، هنا كان في حاجه اسمها الباير، الباير الباير ام الحنون، والاركنويد الاوبر عنكبوتين، وفي هنا كده الام الجلفيه اسمها الديورال تمام كده، يبقى دي كده الباير ودي الاركنويد تمام، ودي الديورال ماشي. ممكن الهيموريج يبقى جوه البرين نفسه، اسمها انتر سيربرال، انتر سيربرال تمام. طيب ممكن في السب اركنويد سبيس، في السبيس اللي تحت الاركنويد ماتر تمام كده، او ممكن يكون سب ديورال او اكسترا ديورال، سب ديورال يعني تحت الديورال كده ما بين الديورال والاركنويد، اكسترا ديورال يعني ما بين السكال ما بين الديورا ماشي، اكسترا ديورال ماشي. طيب الانترا سيربرال الموست كومن، موست كومن موست كومن ارتري اللي بيعمل انترا سيربرال هيموريج، يعني اي اي ارتري اللي بيفرقع ويعمل انترا سيربرال هيموريج، الميدل اسمه الانتيكول سيرايد برانش بتاع الميدل سيربرال ارتري، الانتيكول سيرايد برانش بتاع الميدل سيربرال ارتري يعمل ايه؟ بيفرقع يعمل هيموريج. طب الهيموريج ده ممكن يتغلط يضغط على الفايتال سنتر اللي موجوده في البرين ستيم تمام. كمان ممكن يخش في البنتك، البنتك دي الصهاريج اللي كانت بتصنع السي اس اف وتعمل سيركيوليشن للسي اس اف. طيب السب اركنويد لو في بلينس في السب اركنويد سبيس، طيب سب ديورال او اكسترا ديورال بتعمل هيماتوما، يعني دم بيتجرد عن هيماتوما. طيب الكوزس اوف انترا كرينال هيموريج، ايه الاسباب؟ احنا قلنا الاماكن بتاع الفرقعه، طب ايه اسباب الفرقعه؟ قال لك الهايبرتنشن، الهايبرتنشن يعمل انترا سيربرال هيموريج، انيوريزم زي البي انيوريزم او الايدي مالفورميشن تعمل سب اركنويد هيموريج. طب التروما للهيد بتخبط على مين؟ تخبط على الميدل مننجيال ارتري بتاع مصب ديورال هيماتوما. طب هيموراش باراليزيز زي الفيربرال هيموفيلد، العيان ده بينزل في كل حته، بينزل في كل حته تمام، بينزل في المناخير، عنده استاكسي، عنده هيماتوليا، عنده هيماتيمس، عنده ميلين، عنده ميلين ريتم، عنده هيم ارثروزز، بينزل في كل حته. الانتي كواجولانت، الانتي كواجولانت زي مثلا واحد عمل القلب مفتوح فبيركب صمام صناعي او ريسيركال، فبياخد انتي كواجولانت عشان يعمل ثرومبوزس، عشان يمنع الثرومبوزس، يعني بيعمل سيوله يعني، قال لك خد اوفر دوز من الانتي كواجولانت فعمل له سيوله، عشان كده بيعمل حاجه اسمها اي ان ار انفورميشن نورمالايز ريشيو، بيشوف السيوله لو السيوله عاليه يبدا يقلل الجرعه بتاعت الدواء تمام. طيب الريسك فاكتور، ايه اللي يخلي الشخص ده يكون عنده ريسك للسروك؟ في نان موديفايبل ما اقدرش اعملها، وفي موديفايبل نان موديفايبل الايدج، دي في الاولد ايدج، ال 60 في الميل الى الفيميل ريشيو، الميل الى الفيميل ريشيو، يعني دي في الاولد ايدج، الناس بتبقى رجاله كبار. طيب ايه بيرسوناليتي؟ الناس اللي ايه؟ العصبيين، النيرفس، الانتلكشوال، عندهم طموح، عندهم شغف،
عند ايه؟ بيشيل كل حاجه على سلوك، تمام؟ عندهم ايه دايما؟ دايما رجال اعمال، السياسيين، الناس اللي بقى طلب الطلب كده يعني، ماشي؟ ربنا عافينا جميعا. طبعا الجينيتيك فاكتور بوظت الفاميلي هيستوري، تمام؟ موديفايبل، الهاي ريسك والهاي ريسك، الهاي ريسك كلهم بحرف الاتش، الاتش او السي اتش دي، السي اتش دي، السي سيجارت سموكينج، والاتش والهارت ديزيز زي اي اف والبابر هارت ديزيز سبيشال ماتر ستيموزس. طيب الاتش الثانيه هايبر ليبيديميا، ازود توتال كوليسترول، ازود ال دي ال، اقلل الاتش دي ال، هيعمل اثيروسكلروسس، هيعمل ثرومبوزس، هيعمل امبوليزم، والهايبر تنشن بتعمل اندوثيليال دامج. طيب لو انا عندي كده قابل الاندوثيليوم، انا هخبط الدم هيخبط فيها، هيخبط فيها، هيعمل انجري، هيعمل فتحه في الاندوثيليوم، الفتحه اللي بتدخل الدهون، تدخل الدهون بتعمل ايه؟ اثيروسكلروسس. طيب الدايبيتس ده برضه بيزود اثيروسكلروسس. طيب الليسرس حاجات لو ريسك، حاجات ايه؟ انتخب، واحد بينتخب اوبيسيتي والدايت، بياكل فات كتير وبياكل ايه؟ وبياكل كوليسترول كتير، بياكل ايه؟ كوليسترول كتير. طيب فيزيكال انكتيفيتي، واحد عندك ما بيعملش حاجه في حياته، تمام؟ طيب السايكولوجيكال ستريس، واحد بقى ايه؟ واخد كل حاجه على سيده، يعني خير الامور وسط، ولا ستريس ولا فيزيكال انكتيفيتي، خليك وسط. طب الهايبر، الهايبر يوريسيميا والهوموسيستينوريا، الهايبر يوريسيميا انكريس يوريك اسيد، والهوموسيستينوريا والهوموسيستينوريا ماشي، والهيمي الكول انتيك، الحاجات دي بتعمل دامج على مستوى الاندوثيليال سيلز، بتعمل اثيروسكلروسس، تمام؟ طيب قلناها في الفيديو بتاع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، ماشي؟ طب الكونترا سيبتيك، الكونترا سيبتيك بيلز حبوبا على الحمل بتعمل ايه؟ بتعمل ثرومبوزس. طيب كده البيكتشر دي احنا قلناها اصلا بالتفصيل، اللي هي على حسب البريد اريا المضروبه، لو انا ضارب مثلا اريا رقم 4 تعمل هيموجيشيا، لو انا ضارب اريا 3 1 2 تعمل هيمي انستيزيا، لو انا ضارب مشكله في في الدومينانت هيمسفير اريا 44 45 اريا 37 اريا 39 الحاجات دي تعمل افيزيا، تعمل ديسبرسيا. طيب السبيتش بروبلم يا اما فورميوليشن افيزيا يا اما ارتكيوليشن ارثريا. طب لو انا ضارب ديفيجن تعمل فيلد ريفيكت، طبعا فيلد ريفيكت بالتفصيل في الاوبتيك باث واي قلناها بالتفصيل. الاتاكسيا تعمل ايه؟ لوس اوف كوردينيشن ولوس اوف بالانس، لان كان مسؤول السيربلم والفيستيبيول، السيربلم كان مسؤول، كان في حاجه اسمها الارك سيربلم والنيو سيربلم والداي سيربلم، كان مسؤول عن الاكوليبريوم والكوردينيشن والحاجات دي، والريجوليشن ماسل تون لما يضرب، يعني يضرب الاكوليبريوم ويضرب الكوردينيشن. طب الكرينال نيرف بارالس على حسب انا ضارب فين، على حسب انا ضارب فين، برين ستيم او كده، تمام؟ على حسب انا ضارب فين، يعني برين بونز مضرب جدا، على حسب الارتري اللي مضروب، ماشي؟ طب في الكلينيكال تايبس، الكلينيكال تايبس ستروك ان ايفوليوشن، ان ايفوليوشن يعني قال لك ايه؟ انلارج برين انفراكت، يعني الحته اللي ضربت من البرين بتكبر بتكبر، تمام؟ وبتزوق وبتزداد سوءا في خلال 24 ساعه 12 ساعه، تمام؟ 48 ساعه الكوبليت ستروك حصل ستيبل انفراكت، يعني الكرات خلاص وقفت على الحمل ده مش هتزيد تاني، تمام؟ دي معناها ستيبل انجري. طب الانفستيجيشن، انا بعمل برين ايمجنج مهم جدا، السي تي والام ار اي، طبعا الام ار اي هي موست سنسيتيف. طيب السي تي انا بستبعد بيها الهيموراجيك، قال لك السيتي بتفرق بين الاسكيميك والهيموراجيك، ولكن الاسكيميك، الاسكيميك ممكن ما تظهرش بعد 24 ساعه، يعني ممكن تتاخر شويه عن ما تظهر، ممكن تتاخر شويه عن ما تظهر، وممكن السمول انفكشن ما تظهرش اصلا، ولكن انا بعمل سيتي سكان دي عشان اكسكلود الهيموراجيك، هي جود نيجاتيف، يعني لو انا ما لقيتش هيموراجيك يبقى خلاص ما لقيتش هيموراجيك، كده يبقى بليدنج بيظهر في السيتي، حتى لو سمول ليش، يبقى اذا لو انا ما لقيتش هيموراجيك يبقى خلاص هي جود نيجاتيف، يعني ما فيش هيموراجيك، يبقى بتفرق بين الاسكيميك والهيموراجيك، ولكن هي بما ان لو لقيت ما لقيتش هيموراجيك يبقى معناها نو هيموراجيك ستروك. ولكن هل انا معنى ان انا ما لقيتش اسكيميا ان ما فيش اسكيميا؟ لا، ممكن يكون في اسكيميا، ممكن يكون في اسكيميا، بس هي متاخره شويه عن ما تظهر، تتاخر شويه عن ما تظهر، يا اما تكون صغيره يا اما هتتاخر عن ما تظهر. طب اعرف ازاي انها اسكيميا؟ الام ار اي، الام ار اي الموست سنسيتيف بودي ثيوري، ماشي؟ طيب الاوفر ايمجنج ممكن اعمل ممكن اعمل كارديك ايمجنج اللي شيس اكس ري اللي وقفه، ممكن اعمل باسكولار ايمجنج الدوبلر والالتراسونيك ايمجنج، واعمل انجيوجرافي اللاب تيست، اعمل سي سي، اعمل بروتون تايم، اعمل اكتيفيت بارشل كرونيك بس طيب عشان اشوف السيوله والحاجات دي، اعمل اي ام ار، طيب ريسك فاكتور اشوف الجلوكوز بروفايل، اعمل شوت كوليسترول ال دي ال اتش دي ال، طيب اليوريك اسيد والهوم سيستم اقيسهم عشان احنا قلنا هايبر يوريسيم والهوم سيستم وريا بتزاد والاخر سكلوزس والهايبر كوالتيلوك اشوف بروتين سي او اس ده كان وانتي 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 الالوك وانتيليشن، فبشوف مستواهم لان في ناس عندهم كونتور ديفشنسي في بروتين سي او اس، طب انتي سكولين ثلاثه ديفشنسي برضه بشوف. التريتمنت انا بعالج بقى التريتمنت، في علاج للتي اي، علاج للاستروك، ده كده علاج التي اي، علاج التي اي انا بديه انتي بلاتيك، انتي بلاتيك اسبرين دوز 75 300 ميلي جرام بالدي، تمام؟ الديبريدامول 75 ميلي جرام كويس ديلي، طبعا الحاجات دي موجوده في الفورمه سايد الكتاب بتاعتها والميكانيزم اوف اكشن وكده، قلنا احنا يعني بشيء من التفصيل في الكارديو الانظمه والمعالجه. طيب التكلو، التكلو جرين، التكلو جرين والكلو جرين، تمام؟ انتي كواجرام زي الدين بتاعها، اذر دراجز زي الترنتال والتراين ستات، تمام؟ عندنا تريتمنت اوف ريسك فاكتور، كنترول هايبر تنشن، كنترول دايابيتس، كنترول انسولينيميا، الحاجات دي. طيب
في عندنا سيرجيكال، في حاجه اسمها الان اند ارتكتومي، بيعملوا انسيشن بيخشوا يفتحوا الارتكتومي. لو في مثلا ستينوزيس او في قفله في ترومبوس ارتري او في بليك في اثروسكلوزيس اثروسكلوزيك بلاك بريك، يعني قفله فصلت، يعني اثروسكلوزيس فصلت وعملت ترومبوس، فبيخشوا يشيلوها. تمام؟ طيب بيخشوا يشيلوا البليك دي. طيب السيرجيكال باي باس ما بين يعني مثلا في مثلا في ترومبوس من الحته دي يعملوا باي باس عاديه عشان يعملوا ايه؟ ريديستريبيوشن بلوت. الكاروتيد انجيوبلاستي بيخش يعملوا ايه؟ الانجيوبلاستي بيخش يعملوا بالون عشان يفتحوا الارتري. تمام؟ ستنت دعامه، يعني مثلا الارتري هنا مقفول بسبب الاسباب، بيخش بالونه، البالونه دي بتتنفخ جوه وتوسع الارتري عشان تبقى مفتوح، او دعامه، دعامه حته كده زي ايه؟ زي بلاستيك او ماده كده معينه كده بايه؟ بتقلب بتديها فتحه الارتري ستنت. تمام؟ بتنتين الفريكنسي اوف كاروتيد سيركوليشن، وكمان دي ايه؟ احسن من السيرجيكال بروسيدور. دي ايه؟ حاجه شغل هو الاشعه البطاريه الانترفنشنال راديولوجي، مش مضطر زي مخ الاعصاب ان هو يفتح كده ويبقى اوبن، يبقى اوبن سيرفر. لا، ده حاجه ايه؟ تبقى فتحه صغيره بس كده في الجلد ويخش منها يعمل ايه؟ الاثاره دي. ماشي؟ طيب التريتمنت بتاع، التريتمنت بتاع الاستروك، التريتمنت بتاع الاستروك طبعا هو مرشح تفصيل اكتر في الهيموبليجي، ولكن هو من هنا الجنرال كتير حاجات جنرال، حاجات جنرال سواء هيموبليجي بيشن او سواء كونفيز بيشن. حاجه اسمها وحده وحده ايه؟ الاستروك، وحده ايه؟ الاستروك. السكين بعمل ايه؟ بغير البوزيشن بتاع البيشن كل ساعتين عشان بغير المرايات. تمام؟ وبعمل الباك، الباك بصفه منطقه السكن والبريشر بوينت بغسلها بالكحول وبودر، وبودر دي عشان حاجه اسمها البيتسو، البيتسو البيشن مش عارف يتحرك، مش عارف يتحرك عند الهيموتوجين. تمام؟ فنايم على طول يساند على البروميننت، على السكرم مثلا، السكرم ده في اوعيه دمويه عندي في الحته دي، ويقرص على اوعيه دمويه يعمل جنجرين، يعمل بيتسو، فلازم يتقلب ولازم ايه؟ يتنضف كويس. الحته اللي هي البرومينات اريا دي زي السكر والحاجات دي تتنظف كويس، وغير الروتيشن بتاع كل ساعتين. في بعض السراير بنغير الروتيشن بتاعها. ماشي؟ طب سوال الهيدريشن طبعا لازم اكله واشربه، تمام كده؟ بالانس اكله، اكل كله. بريدنج سكشن سكريشن عشان ما يحصلش اسبشن نمونيا. طيب اكسجين سواء ماسك او سواء ممكن انتريشن البلاغر اركب له قسطره، قسطره بول واديله اكسبت. طيب الدول اركب له ايه؟ اشرب الانما. طيب السيمتوماتيك، السيمتوماتيك في الاول بديله ايه؟ حاجات بروفلاكس اجينست الستريس السر، بديله مانيتول او كورتيزون. المانيتول للانترستيشال ادينا، كورتيزون للانترستيشال ادينا. تمام؟ طيب عشان يقلب الادينا ليه؟ فيزيوثيرابي عشان العضو الذي لا يستطيع مجدنا، انا عايز اعمل مساج على مستوى المصل عشان ما يحصلش اتروفي وريستنج في المصل. طيب طبعا بديله فيتامين وتونكس عشان اعمل ريجنريشن للنيرف، اعمل ايه؟ ريجنريشن للنيرف. طيب حاجات سبيسيفيك، حاجات سبيسيفيك تيك جلوكوز استروموزس كنترول بلا بريشر، اديله استروموزس اكسترالي زي التشيك بلازماجن اكتيفيتور اي دي تيشن بلازماجن اكتيفيتور. طيب البلاتلت امنع البلاتلت اجريجيشن او قللها عشان اقلل الثرومبوزس. طيب قال لك الاسبرين لوز اديله، اديله الدمون، اديله تيك جديد، اديله كرول جديد. طيب اديله انتي كواجلنت، الانتي كواجلنت بس مش كل الحالات بعملها، بديها امتى؟ لو الصاروخ الجلوشن، لو الجلطه بتكبر، لو الجلطه بتكبر بروجريسيف، اعرف ازاي؟ اعرف ازاي انها بتكبر جراديوال بروجريسيف ويكنس. تمام؟ جراديوال بروجريسيف ثرومبوس كميشن، يعني معنى ان الشخص ده الحاله بتاعته بتسوء معناها ان الصوماس بتكبر، معناها ان الكاركت يعني حتى الماده من المخ بتزيد، وعنده ريكارنت تي اي اي عشان يمنع الستروك. امبوليك هيموفيجيا دي بتحصل ايه في الناس اللي كارديا كريسس، كارديا كريسس زي سكر الطاقه ام اس والماتريكس نوزس والاي اف. طب كونتر اديكيشن بيبقى فيها مراجع كونتراكشن. تمام؟ ما ينفعش اديله دواء بيعمل سيولر، هو اصلا النادي عنده رزيف. ماشي؟ وعارف ازاي؟ لازم اعمل سيكون عشان اكسكيور المراجع كونتراكشن. المراجع كونتراكشن زي الهيموفيجيا وغيره وكده برضه ما ينفعش اديله حاجه بتعمل سيولر. نقطه هبات وكورونا في الجرب نفس الحكايه، وسرقه كل بكتيريا وبكتيريا في حاجات ثانيه في الهيموجيا بس هنبقى نظهر بتاعها. طيب الاوتر بانك كورونا ستيرو والترن تانك بيزود استيراد رانك اكتر. طب لو الامبوليزم، لو الامبوليزم لازم اعالج السبب بتاع الامبوليزم. هو مين اللي كان عامل الامبوليزم؟ الاي اف. لازم اعالج الاي اف، اعالج الماتر ستينوزس. ماشي؟ طيب مثلا ممكن اشيل الماتر ده، اشيل الفالف مثلا واركب صمام صناعي، عمليه قلب مفتوح، انتي كواجلانت كارديا كيسس عشان امنع ريكارنت امبوليزم. طب لو في هيمرج كنترول بلا بريشر. طيب الهايبر تنسب امرجنسي وهايبر تنسب كارديا انها بتصيب في الكارديو انها في الفيديو لوحدها، بديله سم ماتر وصايد وحاجات من دي. طب نرجع لها. طيب حتى انا بقول كلمتين عليها بس من الكارديو، الهايبر تنسب انتي كارديا بسيط. انتي فايبرينيك، فايبرينيك بارك حاجه اسمها الترينكسينيك اسيد والامينو كابريك اسيد، هي بتديلي الكلوك لايسز. مع الكلوك، الكلوك لو فصل هتعمل ايه؟ هيموج. تمام؟ عشان امنع الريد. ماشي؟ بزود السيرابرال دي هتزود السيرابرال سكيما. تمام؟ هزود ايه؟ السيرابرال سكيما. انا بدي انتي فايبرين جاي ده عشان ايه؟ يمنع الكلوك لايسز ويقدر السيرجري ايفاكيويشن للهيماتوما اشيلها. تمام؟ بس لازم ما تبقاش انترا فنتريكولار.